ما القرية المستلم. شوفوا موقع القرية شلون. ننحر القعدان له ومقلطينا ننحر القعدان له ومقلطينا فن خولني على الاسم المسمى اسمنا لانتاجنا ومصدرينا اسمنا لانتاجنا ومصدرينا. يا سلام على البراد والله على البساطة. شوف المسجد يا جماعة، هذا مسجد القرية. يا ما شاء الله على الإطلالات وهواء منعش. أبو جبران. أيوة. أقول الحين اللي تحت هذيك مزرعتك. الله مزرعة حقي. نعم ما شاء الله. طيب شلون تنزل تحت و... والله احنا نجي من خط ترى من كذا من وجهة هذا نطلع بالوادي هذا، وبرضه ندعس من هنا دعسة في طريق نمشيها مشي. ترى من هنا تنزلون حق هذا الأسود هذا ترى هو ذيك نسقيها من هنا بالموية من على الخط من فوق تنزل المزرعة من هنا. الله ما شاء الله عليك. وش زارع عنبة طال عمرك؟ والله فيها بنن فيها موزن فيها عنبرود ما شاء الله فيها مانجا. الله يبارك خير نحمد الله. كما تلاحظ الآن القرية هي عبارة عن قرية أثرية تاريخية لها ارتباط وجداني، وهي كغيرها من القلاع والحصون في محافظة داير، استنادا إلى بعض المقولات من بعض المؤرخين والباحثين من أبناء المنطقة أن أكثر القلاع والحصون في بني مالك تعود إلى 4000 سنة. فهذه القرية جزء من هذا الموروث وجزء من هذا العمق التاريخي، تستخدم كملجأ أثناء الحروب وأثناء الكوارث، وأيضا تستخدم كبنك ل الحبوب والمنتجات الزراعية طوال السنة، أنشئا على جرف صخري يصعب الوصول له. فتحات على جانب القرية لها عدة استخدامات، منها كتهوية للمنتجات الزراعية الموجودة داخل المستودعات، وطبعا كل أسرة من أسر القرية لها مستودع خاص فيه. يستخدم أيضا كمراقبة مثلا للعدو، يتم رصده عن بعد قبل أن يصل إلى هذه المنطقة. صحيح. فهناك عبقرية في الاختيار في التنفيذ في صحيح. البناء نفسه. صحيح. يعني نجد في بعض الأجزاء الصخرية يعني كيف رفعت إلى هذه المسافات البعيدة. نعم وزن ما وزن ثقيل. فما ما هنالك عبقرية وهنالك طريقة ذهبت مع أسرار عجيبة في البناء. أسرار عجيبة. نعم. وأنا لاحظت بالذات في البرج هذا انه عليه نقوش ورسوم. نعم. ومنحوته بدقه. نعم. عاليه. نعم هو عليه نقوش وعليه رسوم، وهذه ايضا هي ككتاب تاريخي يحمل لنا هويه القريه وهويه المنطقه ما مر بها من عصور، منها عصر الاسلام في بعض الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم ولا اله الا الله رموز للقوه والمنعه، فيها السيف فيها الخيل فيها